بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من جديد معكم أخوكم علي الزاير نكنيوم ويفتونر. مقطعنا الأول تكلمنا عن طريقة عزف أو صناعة الهارمونيات من آلة السترينج بأسلوب الأوركسترا، وكان هذا بعد العزف. مقطعنا اليوم راح أوريكم الطريقة اللي من خلالها مباشرة نعزف الهارمونيات. الطريقة هي جدا سهلة. أجل الميدي انسرت هنا للإنسترومنت واختار الكوردر. هذا الكوردر هذا وظيفته أني أعلم النوتة هذه ويش تعزف لما أضغط النوتة سي. فراح نعلم هنا الكوردر هذا ونحتفظها بريسيت. بداية أنا راح أعرف الأكتاف اللي راح أشتغل عليه، هذا الأكتاف، وأجي أختار one أكتاف اضغط لين. الان راح اعلم السي انها لما اضغطها يعزف لي السي ميجر، وهكذا الدي بتكون الدي ماينر على السلم الفلات، وهكذا لغاية ما اخلص سلم هذا. وهنا الجي ميجر، هنا الاي ماينر. بالنسبة للبي هي بي دومينيش، لكن انا راح اختارها جي ميجر. طبعا بعد هذا تجي تحتفظ فيها كبريسيت علشان اكيد ترجع لها مرة ثانية. الخطوة الثانية بعد هذا، لاحظ هنا علامة الريكورد، افعلها علامة الريكورد، لان من خلال تفعيل علامة الريكورد الشيء اللي راح يسمعه راح يسجله هنا. راح اوريكم الفرق بين الريكورد وعدم الريكورد. الان لما ما اضغط ريكورد، انا صحيح اسمع الكوردات لكن هو ما يطبقها هنا، يعني ما يسجلها. لا، انا ابغى برضو اسمعها واسجلها، فاضغط افعل الريكورد هذه وبالشكل هذا يسجل الأشياء اللي أنا قاعد أعزفها كوردات. عندي هنا مقطوعة بسيطة فقط لمجرد العرض، نسمعها ونسجل عليها ونشوف. طبعا لاحظنا شباب ان في بعض الكوردات اختفت او ما انسمعت، وهذا بسبب التداخل. يعني هي الشغلة حاليا ما ابغى اتطرق اليها، لكن لتوضيح فقط كيف ممكن نصنع بشكل لايف. هذا كل شيء بالنسبة لمقطع اليوم، أتمنى تكون مفيدة، وأتمنى منكم شباب اللايك والسبسكرايب والشير. تحية مني إليكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.